لم يطل الانتظار كثيرا حتى عاد الحراك الى الشارع السوداني بعد نحو اسبوعين من مجزره فض الاعتصام السلمي امام قياده الجيش في الخرطوم، والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى بين صفوف الثوار المعتصمين. تظاهرات ليليه شهدتها احياء الخرطوم وام درمان احتجاجا على فض الاعتصام ورفض المجلس العسكري تسليم السلطه الى المدنيين. تظاهرات رفعت من جديد شعارات الثورة معلنة استحالة التراجع أو المساومة على حق الشعب السوداني في الحرية والتغيير ولعل تلك العودة للحراك الشعبي جاءت مدفوعة بتطورات الأخيرة التي شهدها السودان بعد تصريحات قوية للنائب العام الوليد سيد أحمد اذ كذب ادعاءات المتحدث باسم المجلس العسكري بشان مشاركته ورئيس القضاء في اتخاذ قرار فض الاعتصام مؤكدا انه لم يشارك في الاجتماع الامني الذي اتخذ القرار وانما اوفد ثلاثه من وكلاء النيابه للمشاركه فقط في تنظيف واخلاء منطقه كولومبيا بشارع النيل ولم يتم اطلاق رصاصه واحده بحضورهم ليس ذلك فحسب بل ان جهاز القضاء السوداني اصدر بيانا كذب فيه تصريحات المجلس العسكري واكد ان هناك محاوله للاساءه الى السلطه القضائيه واقحامها في امر لم تكن طرفا فيه وصولا الى القول بان السلطه القضائيه فقدت حيادها واستقلالها في المقابل يعود نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحمدتي ليؤكد أمام عدد من أنصاره أن المؤسسة العسكرية تملك تفويضا شعبيا لقيادة البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط وأن المجلس لا يرغب بالاستمرار في السلطة إلا أن ما وصفها بالحشود البشرية المؤيدة لموقفه تؤكد أن المجلس يسير في الطريق الصحيح هو صراع على كسب الشرعية الشعبية إذن صراع يشبه الى حد كبير في رأي محللين ما جرى في بعض دول الربيع العربي ما يعني أن نفس اللاعبين الإقليميين الذين دعموا الثورات المضادة في هذه الدول ربما يمارسون نفس اللعبة لكن هذه المرة على أرض سودانية